يسعدنا أن نقدم لكم نظام النقل العام من المستوى الثاني من داهير إنشات. يمثل الازدحام المروري مشكلة رئيسية في أي مدينة كبيرة، فهو لا يعرضنا لخسائر بملايين الدولارات فحسب، بل يعرقل فعلياً الخدمات الحيوية في المدينة. وكما هو الحال دائماً، لا تتوفر فرص من الناحية التقنية أو المالية لتوسيع البنية التحتية للنقل، وذلك بسبب أعمال التطوير المكثفة للمدن. نحن في داهير إنشات متأكدون من أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو استخدام نظام نقل من المستوى الثاني، وقد طورنا نظاماً عاماً لنقل الركاب يتناسب مع البنية التحتية الحضرية الموجودة بالفعل، ولكنه لا يعتمد على المركبات الأخرى المشاركة في حركة المرور. فبفضل الدعامات الست التلسكوبية المتحركة، يتحرك نظام النقل الخاص بنا فوق تدفق المرور الرئيسي على سكك حديدية خاصة، ويتغلب بسهولة على أي اختناقات مرورية. تأتي كل دعامة مجهزة بنمط قيادة خاص ومستشعرات خاصة بها تتفاعل مع ما يحدث حول الدعامات، وإذا لزم الأمر يمكن للمركبات الخاصة بنا تخطي العقبات في طريقها، مما يسمح لها بعدم الاعتماد على ظروف الطريق مثل الحوادث التي تعيق حركة المرور. يعمل النظام تلقائياً ويوفر مستوى من الأمان لا يمكن تحقيقه في أنماط النقل الأخرى، كما أن ارتفاع الدعامات القابل للضبط وسهولة حركتها يسمح أيضاً بعدم الاعتماد على أبعاد مستخدمي الطريق الآخرين، كما يجعل قدرة نظام النقل على المناورة أعلى، حيث يبلغ نصف قطر الالتفاف 30 متراً فقط. في الوقت نفسه لن تتطلب شبكة الطرق الموجودة سوى تحديثات طفيفة، فلتثبيت السكك الحديدية يكفي فقط ترميم جزء صغير من الطريق ووضع الألواح الفولاذية عليه. تم بناء هيكل النقل من ألياف الكربون، وتم تصنيع قاعدته من ألواح تماثل قرص العسل، ما يضمن تحقيق كل من خفة الوزن ومتانة الهيكل، ويستوعب صالون المركبة 200 مقعدا مريحا، وتم تثبيت الألواح الشمسية المرنة التي تشحن البطاريات على السطح، كما يتم إعادة شحن البطاريات أثناء نزول الركاب وصعودهم. تكفي الشحنة التي تتلقاها المركبة في دقيقة واحدة لتحريكها لمسافة محطة أو محطتين. لقد طورنا العشرات من الخيارات المختلفة لمحطات الإنزال التي تناسب تقريباً أي طراز معماري حضري، ونظراً لأن المحطات تقع على أعمدة مرتفعة فلن تشغل مساحة كبيرة في المدينة، وقد تم تصميمها بحيث يمكن أن تصبح بسهولة مركزاً للأنشطة الحيوية في المنطقة. فهنا يمكنك بناء المتاجر والمقاهي والمطاعم والمكاتب والمؤسسات العامة، كما أن التدفق المستمر والثابت للأشخاص الذين يمرون بمناطق التسوق يجعلها جذابة للغاية للمستثمرين. يتميز نظام النقل الخاص بنا بالملائمة، كما أنه صديق للبيئة ولا يعتمد على أحوال الطريق، ولا يتطلب تغييرات كبيرة في البنية التحتية الموجودة في المدينة. علاوة على ذلك، يتميز بأنه أرخص 10 مرات مقارنة بشبكة مترو قياسية في المدينة مثلاً، فإن ميزانية تكلفتها 7 مليارات دولار تكفي لإنشاء بنية تحتية متكاملة للنقل من المستوى الثاني، يشمل ذلك إنشاء شبكة تضم أكثر من 200 محطة توقف وعبور وقطارات ومحطات خدمات وترقيات للطرق وغير ذلك الكثير. وفي الوقت نفسه نخلق بيئة جذابة للمستثمرين من أي نطاق، نظراً لإنشاء شبكة تسوق داخل نظام النقل الذي يتردد عليه مئات الآلاف من الأشخاص، مما يمثل فرصة فريدة لزيادة نشاط المبيعات. حتماً ستزداد الكثافة السكانية والتوسعات في كافة المدن الرئيسية في العالم، والطريقة الوحيدة لحل مشكلة التكدس المروري هو استخدام مستويات ثانية وثالثة فوق التدفق المروري الموجود. ومن ثم سنستمر أيضاً في تطوير وابتكار أنماط أخرى من النقل من المستوى الثاني، ولكل منها ميزاته الخاصة وقدراته الفريدة. ومما لا شك فيه أن نظام النقل الخاص بنا سيحدث نقلة في مظهر المدن، وسوف تصبح هذه التكنولوجيا متوفرة في كافة أنحاء العالم قريباً.
نحن واثقون للغاية في إمكانات نظام النقل الخاص بنا، والذي نتعهد بتصميمه وبنائه على أساس تجاري دون إنفاق دولار واحد من ميزانية مدينتك. فالشرط الوحيد من جانبنا هو الحصول على ملكية البنية التحتية الكاملة التي نبنيها، والاستمرار في تشغيلها لمدة 100 عام. وفي الوقت نفسه نحن على استعداد للقيام بصيانة وإصلاح شبكة الطرق بأكملها في مدينتك، مع الحفاظ على الميزانية الحالية المتعلقة بالصيانة. إذا كنت مهتماً بتحسين البنية التحتية للنقل في مدينتك، أو تريد معرفة المزيد حول إمكانية الاستثمار في مشروعنا، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.
you